السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ديدو صمدي. فالنهار إن شاء الله غنتحدثوا على واحد الحلقة ديال هل توجد أنثى أرانب عاقر؟ واش ممكن أن تكون عندنا واحد الأنثى وخا كتلقح يعني ما كتولدش؟ واش كاينة هاد القضية هادي ولا ما كايناش؟ إذا باش نجاوبوا على هاد السؤال هذا نهضروا على يعني الطريقة ديال التلقيح ديال الأنثى وكيفاش كتلقح الأنثى. يعني الأنثى ملي كتكون يعني عاد صغيرة، شحال من واحد كيعطيها للذكر وهي عاد صغيرة؟ أول حاجة، هذا هو أول خطأ كيوقعوا فيه الناس، أنهم كيعطيو الأنثى وهي صغيرة. ملي كتعطيو الأنثى وهي صغيرة كونوا متأكدين أنكم بحال راكم غصبتوها، ما كتبقاش في الحالة الطبيعية ديالها. هي خص الأنثى من 5 شهور الفوق، وخا تكون يعني الصحه ديالها، يعني حنا كما كنقولوا الكادر ديالها يعني وافي، ما خصناش نعطيوها للذكر حتى توصل 5 شهور. علاش؟ لان الانثى ملي كنعطيوها وهي صغيره يعني ممكن انها كيوليو يجيوها التهابات على مستوى الرحم، وممكن انها ما تكونش ما كتبقاش، ممكن انها كتبقى ترمي الصغار ديالها بكري، ممكن انها ما كتكونش ام حنون، يعني واخا تولد ما كتكونش مزيانه، المهم ما كتكونش مزيانه. بالنسبه للموضوع ديالنا، واش ممكن ان واحد الانثى يعني كتكون عاقر؟ هذه الكلمه هذه في حقها ما كايناش في الارانب. هي ممكن انها تكون يعني ما كتعرفش كيفاش تتعامل مع الصغار ديالها. اما بالنسبه للولاده، من لابد ما الانثى تولد، يعني غير صبرتوا عليها راه كتجي واحد الوقيته وكتولد. المشكل فين كاين؟ ماشي انها واش غادي تولد ولا ما غتولدش، هي مشكل في التعامل، هي كيفاش غتتعامل مع الصغار ديالها، واش ملي غادي يوصل يعني الوقيته ديال الولاده ديالها غادي تنتف الشعر ديالها، غادي ترتب الامور ديالها، غادي ما غاديش ترميهم قبل من الوقت. انا شحال من انثى كتبقى ترمي قبل من الوقت، هذيك كتكون يعني حاله خاصكم تكون يعني تعرفوا كيفاش تتعاملوا معها. اما بالنسبه يعني واش كاين شي انثى ما كتولدش كاع، هذيك مستحيله، ضروري ان الانثى تولد. ممكن انكم تبدلوا الذكر، كيجيب الله تيسير، ممكن انكم تبدلوا لها البلاصه ديالها، يعني ممكن انها غير تحيدها من هذه البلاصه وتحطها في هذه البلاصه يتبدل عليها الجو. ممكن ان شحال من واحد كيقول لك انا هاد النتوه هادي ما كتولدش عندي، ما صافي غادي نحيدها عليا. ملي كتمشي لمكان اخر، يعني ممكن هذيك الجهه اللي هو فيها مثلا كان فيها شي ضجيج مثلا، او كاين البرد بزاف، او كاين الصهد بزاف، المناخ الطقس ما موالمهاش، كتبدل المدينه كتولي مزيانه. كاين اللي كتكون واحد الجهه مثلا هاد السيد هذا كيكون ساكن حدا شي سدور مثلا ولا شي مصنع كي فيه ضجيج، ما كذلك ما كيكونش عندها ما كتولدش، ماشي هي ما كتولدش، ولكن اما كترميهم قبل وهو ما كيشوفهاش، اما يعني هي ما والمهاش هذاك الجو. اما يعني في مديتيها ما كتولدش، هذيك ما كايناش، هي الاجابه ديال الحلقه هذه. يعني باختصار، كاين انثى عطيها الله الأنوثة ديالها، عطيها المبيض ديالها، المهبل ديالها، الرحم، يعني خصها لابد ما تولد، غير خاص شوية ديال الوقت وكيفاش تتعامل معها. ما خاصكش تخلعها، ما خاصكش في العملية ديال الجص، ما تكونش كتعرف وتمشي دير الجص، ممكن أنك تضيع لها هذاك يعني الصغار ديالها وهما باقين عاد يلاه كيكبروا. ما إذا ما كتعرفوش عملية الجص، من الأحسن أنكم تحسبوا لها التاريخ ديالها، شحال ديال الوقت فيها. كاين الناس اللي كيستعملوا الميزان، كذلك ما تستعملوش عمليه الجص، ولكن شوفوا الميزان، الا كتعطيوها نفس الكميه ديال الاكل وزنوها، ومن بعد 15 يوم عاودوا وزنوها، غادي تلقاو باللي كاين هناك فرق. ملي تشوفوا هذاك الفرق كاين، عرفوا انها صافي راها مزيانه، ممكن انكم تعطيوها يعني الاكل بالزياده، راه صافي راها حامله. ان الصغار ملي كيبداو يكبروا، يعني الجينات ملي كيبداو يكبروا في الكرش ديال الام، ان حتى هما راه عندهم ميزان، حتى هما كيتزادوا في الميزان.
يعني هي حنا مثلا عارفين الميزان ديالها 4 4 4 كيلو ولقيتو فيها من بعد 15 يوم لقيتو فيها لقيتو الوزن ديالها كيتزاد مثلا لقيتو 5 كيلو ولا 4 كيلو 800 عرفوا بلي راه كاين شي حاجه في كرشها ما يمكنش تكون هي في, في, في يعني في, في 15 يوم غتكون زادت كيلو كيلو ما يمكنش تزيد خصوصا انكم كتعطيوها نفس الكميه. إذن هذه هي الحلقه ديالنا ديال النهار. حاولوا انكم تتعاملوا مع هذه الانثى بواحد الطريقه ذكيه وان شاء الله ما يكون غير خير. اي نتوى ممكن انها تولد غير خاصها الظروف تكون مساعده. هذا الشيء هذا هو الخلاصه ديال هذه الحلقه هذه. الناس اللي مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا. تكيو على زر الرجام ما تنساوناش بزر الرجام باش تساندونا ونزيدوا القدام. وتكيو على زر الجرس كي يصلكم جديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله.